لا يمثلوننا، ماذا فعلوا لأجلنا؟ كلمات تختصر الفجوة والقطيعة الحاصلة بين السياسيين وبين العراقيين الذين فقدوا الأمل بأي تغيير ولو طفيف ينعكس إيجابا على حياتهم، وخصوصا هناك في الموصل. 5 سنوات مرت على استعادة السيطرة على محافظة نينوى، يقول السكان. هي مدة أخرى كافية للتأكيد على فشل نوابها والسلطات الحكومية بالنهوض بالمناطق المنكوبة. انتخبناه الأخيرة بسمة بسيم وغيره وغيره وغيره، سووا وفروا شيء للمواطن، كل شيء ما وفروه، كل شيء ماكو، من أزمة على أزمة. طلعنا أزمة البنزين رجعونا على الغاز، طلع الغاز النوب غازها صار أسبوع ماكو. من أزمة إلى أزمة يتنقل المواطن في الموصل، حاله كحال ملايين العراقيين الذين أعطوا فرصا كثيرة للعملية السياسية، تلك التي أوصلت البلاد من جانبها إلى حافة الانهيار. هذا الفقير الشي ياكل الشي يشرب، زين سووا لنا حل، أخي تعبنا، الدولار يوميا مرتفع على 160 ونازل، نازل وصاعد، شنو هاي؟ زين ونفس الطبقة السياسية ما يتغير، هاي 15 سنة، هم الوجوه هم وما تغيروا، ونفس الشعب والشعب واقع بيها. الطبقة السياسية هاي كلها لازم تتغير، مو واحد واثنين، كلها لازم تتغير الطبقة السياسية. لأن الشعب حيل تعب، والقنينة الغاز اليوم ب 14 و 15 ألف أخويا. هذا الرفض للطبقة السياسية يبدو أنه تطور ليكون مطلباً عاماً لإسقاطها. بعد نحو 20 عاماً على احتلال بلد يجمع سياسيه بين المتناقضات، تحولت فيه الانتخابات إلى سوق سياسية مفتوحة لتوزيع المناصب والامتيازات. والنتيجة كما يؤكد العراقيون برلمان عاجز وفاقد لأي شرعية شعبية، همه الأول ترسيخ الفساد وحكم الميليشيات بعيدا عن دوره المفترض بالرقابة.